سوق جديد يعني ما جديد وما خدمش غير خدم في بالي الله ولا من العام اللي فات وراه مبلع علاش والحي تاع جوهره فيه سكن كثير يعني من المفروض هذا السوق هذا يكون عنده فايده السكن السوق كي يسمحوا فيه سي نورمال النوافذ يتهرسوا يدخل فيه المشاكل يعني قادر يجوا واحد اخرين الناس اللي يدخلوا يلعبوا فيه القمر او يديروا اي حاجه ها هو مهرس الطاقه تاعه لان عرفوا علاش السوق راه مبلع بورتون السوق هذا ما عندهش تقريبا عامين يعني سوق جديد حتى العداد تاع الماء تاع مؤسسه المياه ما كانش اسكو سرقوه ولا مخون ولا ما كانش كاع ولا مازال ما عرفناش لحد الان هذا هو السوق الجديد تاع الجوهره سوق فارغ كان من المفروض في شهر رمضان هذا السوق يكون ناشط يكون خدام تكون فيه الخضره الفواكه باش يستفاد منه الاهالي تاع الحي تاع الجوهره لكن لا غالب في شهر كان من المفروض في رمضان يكون خدام لكن لا غالب نظرو سوق خاوي نقدروا نقولوا كانوا سامحين فيه نقدروا نقولوا سامحين فيه سوق خاوي علاش وكأننا في مقبرة مثل القبور هذه مثل القبور تاع بعد لو تمنينا كان السوق هنا يخدم لغال مازال ما عرفناش السبب علاش السوق خاوي وعلاش الناس ما راش تخدم فيه هذا هو السبب اللي بغينا نعرفوه